بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الكتاب الثامن كتاب الرضاع بفتح الراء وكسرها لغتان، والمشهور هو الفتح الرضاع، وفيه 19 بابا. والرضاع هو وصول لبن في جوف طفل، لبن آدمي، لبن آدمية في جوف طفل، اللبن الذي يثبت به الرضاع، أحكام الرضاع لازم يكون آدمي، يبقى وصول لبن آدمية في جوف طفل. في مذهب اللبن في اي سن يحرم، بس ده مذهب مهجور والعمل على خلاف اللي هو اللي هو الكبير يعني، لكن الراجح انه في سن الطفوله، واختلف في سن الطفوله، الجمهور على سنتين في خلال السنتين الاولى، والامام ابو حنيفه زود عليهم 6 شهور احتياطي فقال 30 شهر. يبقى سن التحريم ان يرضع في سن التحريم، يصل اللبن جوفه بأي طريق، سواء بالمص أو بأي طريق، إن شاء الله بمعلقة، أو حتى ساعات يركبوا خرطوم في الأنف يوصلوه للمعدة للطفل ويحقنوا فيه لبن، يبقى اسمه رضع. يبقى وصول اللبن بأي كيفية كان، سواء بالمص أو بالبلع أو بالحقن، في جوف طفل في سن الرضاع. وسن الرضاع عند أبي حنيفة 30 شهرا، وعند باقي المذاهب حولين كاملين يعني 24 شهر. فإذا وصل اللبن في غير هذه السن لا يثبت به تحريم على الراجح عند المسلمين. ويوجد مذهب مهجور وهو مذهب سيدتنا عائشة، وتبناه ابن تيمية، وقال أنه يثبت التحريم ولو كان كبيرا، واضح، ولكن الراجح على خلاف ذلك. الباب الأول، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سنن الحديث 78 بعد 100 والألف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث علي حسن صحيح. يعني إذا رضع الطفل من المرأة صارت المرأة أمه من الرضاع، وصار زوج هذه المرأة السبب في حملها ولبنها أبوه من الرضاع، وصارت أخت الزوجة أخت الأم خالة له من الرضاع، وأخت الزوج عم له من الرضاع، وصار كل طفل سواء كان ذكر أو أنثى أرضعته هذه المرأة أخ له من الرضاع، وصارت كل امرأة لهذا الزوج زوج هذه المرأة، كويس، أن
ارضعت اي طفل من هذا الزوج يبقى برضه اخت له من الرضاعه. فهمت بقى؟ ولا ينتشر تحت الحكم في اخواته الذين لم يرضعوا، هذا حكم خاص به بالذي رضع فقط، ويثبت على هذا انه يصح الخلوه بها ويحرم الزواج منها ومن البنات اللاتي ارضعنها، وكذلك يسافر معها ويرى منها ما لا يراه الاجنبي. ولا يثبت وجوب النفقه، ولا يثبت التوارث، ولا يثبت عدم جواز الشهاده عليها او لها، ولا يثبت العقل عنها، ولا يثبت ان تحرم اذا ملكها باليمين. يعني لو امه من النسب كانت امه فاشتراها تتحرر في الحال، لكن لو امه من الرضاع امه اشتراها تفضل امه. فهمت ازاي؟ يعني الاحكام بتختلف. يبقى يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب في بعض الاحكام، لا في كل الاحكام. في بعض الاحكام، لا في كل الاحكام. طب ايه الاحكام التي لا تثبت؟ انه يصح ان يشهد عليها وان تشهد له عليه، انما الام ما تشهدش على ابنها ولا الابن يشهد على امه، وانها لو قتلته تقتل به قصاصا، لكن الام من النسب لا تقتل لو قتلت ابنها. واضح؟ وكذلك لا يجب النفقة عليها، ويجب النفقة على الأم من النسب، ولا يجب النفقة على الأم من الرضاعة، ولا يجب العقل عنها. العقل يعني إيه؟ يعني لما تعمل جريمة خطأ، جناية خطأ، بيبقى في دية، الدية بتبقى على عاقلها، فيعقل عن امه من النسب ولا يعقل عن امه من الرضاع. فهمت بقى؟ ولا يتوارثان، لكن الام من النسب يتوارثان والام من الرضاع لا يتوارثان. امال ايه اللي يثبت؟ حرمة الزواج وحل الخلوة وجواز السفر وجواز رؤيتها في زينتها. كويس؟ ده اللي يثبت. وعن أبي قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. يبقى الإجماع على أن الأم أصبحت أم من الرضاعة، وأخوات الأم خالات له من الرضاعة، وكل بنت أرضعت هذه المرأة تحرم على هذا الولد الذي رضع منها، سواء كانت من هذا الزوج أو من أي زوج آخر. ده لا اختلاف فيه بالإجماع. الاختلاف في لبن الفحم، ان بقى تنتشر الحرمة عن طريق الزوج ام لا، ده الخلاف. والراجح عند الجمهور ان لبن الفحل محرم ايضا. واضح؟ يبقى لا خلاف من جهة المرضعة، لكن الخلاف من جهة ايه؟ لبن الفحل الرجل، هل يثبت يبقى ابيه من الرضاع وتبقى اخت ابوه وتبقى عمته من الرضاع، وتبقى كل بنت من اي امرأة تزوجها هذا الرجل
تبقى اخت له من الرضاع ام لا؟ فهمت؟ ينتشر من جهه هو ده اللي فيه الخلاف، والراجح انه ايضا يثبت ايه من جهه الرجل كما يثبت من جهه المراه. باب ما جاء في لبن الفحل. لبن الفحل اللي هو ايه؟ الفحل اللي هو الرجل، لان المراه لا يتكون في ثديها لبن الا اذا حملت، والحمل لا يكون الا بلبن الرجل. فهمت ازاي؟ فيكون الرجل وسبب اللبن اللي في الثدي. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعه يستاذن علي فابيت ان اذن له. عمها من الرضاعه يعني اخت اخو الرجل زوج المراه التي ارضعته، يبقى ده عمها. فهمت بقى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. شوف سيدتنا عائشة بقى بتسأل، تستفهم، لأنها كانت فقيهة مجتهدة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. يبقى لبن الفحل ثبت بالسنة، لأن القرآن بيقول: أمهاتكم التي أرضعنكم، بس ما جابش سيرة الرجل. يبقى السنة تستقل بالأحكام. السنة قد تستقل بالأحكام. هات كده من السنة، هات من القرآن ما يثبت أن الحرير والذهب حرام على الرجال دون النساء، لا يوجد. السنة استقلت بالحكم، حرمت. القرآن ما فيهوش. يبقى السنة قد تستقل بالأحكام. هات كده من القرآن أنه يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لا يوجد. السنة استقلت بالحكم. فهمت بقى؟ يبقى قد تستقل السنة ببعض الأحكام. زي لبن الفحل. لبن الفحل لم يثبت بالقرآن، ثبت بالسنة. فهمت؟ فقد تستقل السنة بالأحكام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمت؟ للجماعة القرآنيين اللي يقول لك كفاية علينا قرآن، هيطلعوا دين جديد. فاهم؟ واحكام جديده. ودول ما ينفعوش. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لألفين احدكم جالس على اريكته يقول: هذا كتاب الله، ما كان فيه فعلناه، الا واني اوتيت القران ومثله معه. الا اني اوتيت القران ومثله معه. انما تكتفي بالقران فقط، يبقى هتجيب دين جديد غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك، يعني ليدخل عليك. يبقى يجوز الخلوة بإيه؟ بالبنت من الرضاع. فليلج عليك فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: فإنه عمك فليلج عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. اللي رخصوا في لبن الفحل من الصحابة ما وصلهمش حديث ستنا عائشة ده، فقالوا لبن الفحل ينبني عليه تحريم، اكتفوا بالقرآن. يبقى اللي ما وصلوش الحديث قال إن لبن الفحل. طب لو ورد الحديث خلاص ارتفع الخلاف، لأنه الصحابة اللي قالوا بإن لبن الفحل لا يحرم لم يصلهم حديث النبي، لو وصلهم لحرمه. فهمت بقى ازاي؟ فارتفع الخلاف خلاص. رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. يبقى رجل عنده جاريتان يعني أمتان، فأنجب من هذه الأمة وأنجب من هذه الأمة، كويس؟
فالأمة دي أرضعت ابنها، والأمة التانية أرضعت بنتها. كويس؟ طيب، فبيقول هنا إيه؟ أرضعت إحداهما جارية، واحدة من البنات من الستات دول جابت بنت تانية خالص، بنت الجيران أرضعتها. والأمة التانية جابت ابن الجيران، جيران تانيين وأرضعتهم. هل يجوز بقى؟ هنا ما اجتمعوش على ثدي واحد. هل يجوز إن الطفل ده ابن الجيران دول يتزوج بنت الجيران دي؟ بنت الجيران أرضعت من جارية، والتانية أرضعتها الجارية التانية، والاتنين تحت إيه؟ تحت فراش رجل واحد. فقال لك لا ما يتجوزوش. ليه؟ لأن اللقاح واحد. يبقى أثبت لبن الفحل. فهمت بقى إزاي؟ نقرأ الحديث تاني عشان نفهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، وجارية يعني إيه؟ يعني طفلة صغيرة، جارية يعني طفلة صغيرة، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. قال أبو عيسى وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. يعني قالوا بإيه؟ بحرمة لبن الفحل. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، اللي هو قدر المحرم. هيتكلم على القدر المحرم. يبقى احنا خلاص ثبت ان الرضاع في السن الصغير يثبت به ايه؟ التحريم. طب اي قدر من الرضاع؟ في قدر معين ولا مطلق وصول لبن باي ولو قطرة لبن؟ فهمت بقى؟ هنبتدي نشوف بقى المزايا في المسألة. باب ما يحرم، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة ولا المصتان، وفي رواية الإملاجة ولا الإملاجتان. فأخذ بهذا الحديث أبي داود الظاهري فقال يثبت التحريم بالثلاث، الاثنين ما يثبتش بالتحريم. فهمت ازاي؟ يبقى ما زاد عن اثنين يبقى الثلاثة. فدخل أخذ أبو داود إن هي ثلاثة محرمة لكن اثنين لا. وذهب المالكية والأحناف وقول عند الحنابلة أنه بأي قطرة لبن تصل في جوف الصبي في سن الرضاع ثبت التحريم، بأي قطرة. ولو جبت قطرة كده، عارف القطرة اللي بيحطوها في العين؟ نقطت كده قطرة لبن في فم صبي في سن الرضاع فابتلعها، ثبت الرضاع، ثبت الحكم. عند مين؟ عند المالكية والأحناف وقول عند الحنابلة. أمال إيه الإملاجة والإملاجتان؟ قالوا لأن المصة قد يمص ولا ينزل اللبن مع أول مصة. فهم؟ ولو أدخلت حلمتها في فم الصبي ثم لم يمص لا ينزل اللبن. وبالتالي لا تحرم إلا إذا ثبت نزول اللبن. فحديث المصة والمصتان يثبت أنه لا يثبت التحريم إلا بتيقن وصول اللبن في جوف الصبي. أما قد يمص مصة ومصتان ويكون ما زال يستجلب اللبن من الثدي ولم يصل الى جوفه بعد ولا فمه. فهمت بقى؟ فقالوا ان حديث المصة والمصتان والاملاجة والاملاجتان يدل على انه لا يثبت بمجرد ان يلتقم الثدي، بل يثبت بايه؟ بمطلق وصول لبن، بدليل قول الله عز وجل وامهاتكم من الرضاعة، والرضاع يثبت عند العرب بوصول اي قدر من اللبن في جوف الصبي، اي قدر كان يسمى رضع. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها لابد أن تكون خمس رضعات مشبعات متفرقات حتى يثبت التحريم. الإمام الشافعي تفرد بهذا، وافقه الإمام أحمد بن حنبل في قول، والإمام أحمد بن حنبل في قول ثاني وافقه إيه؟ الجمهور.
قال خمس رضعات مشبعات متفرقات عشان يثبت التحريم في سن السنتين الأوليتين، في سن الحولين الأوليين كمان عشان يثبت التحريم. واضح؟ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. ومذهب الشافعي هو مذهب ستنا عائشة، مذهب ستنا عائشة هي اللي ذهبت لكده، والإمام الشافعي قد مذهب ستنا عائشة وتبناه وقال به. وأحوط المذاهب هو مذهب المالكية والأحناف، أحوط المذاهب لأنه بيحتاط أشد. كويس؟ قال لك لو قطرة وصل خلاص ثبت التحريم، بس بشرط يكون في السن المحرم اللي هو 30 شهر عند الإمام أبو حنيفة وإيه؟ و24 شهر عند باقي المذاهب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل العلم حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن هذا، هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة. وحديث محمد بن دينار خطأ، أخطأ فيه محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه، يعني ما رضاش يقول بيه، قال يعني قوى دليل الشافعي لكن ما رضاش يقول بيه احتياطا. فهمت؟ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره، القليل والرضاع والكثير سواء، ده مذهب الجمهور اللي هو المالكية والإيه؟ والأحناف، وأميل أنا له بالرغم إن أنا شافعي احتياطا في الأبعاد في الأبضاع. ليه؟ لأن الأبضاع الأصل فيها التحريم، فيبقى من باب الاحتياط. طب ونقول ايه على حديث ستنا عائشة اللي هي خمس رضعات؟ سيدتنا عائشة قالت انها قرآن ولا يثبت القرآن بخبر الواحد، فلم يثبت قرآنيتها، هي لم تقل ان النبي قال ذلك، هي قالت ده كان قرآن يتلى. طب وهل يثبت القرآن برواية واحد؟ لا يثبت، يبقى لا يثبت قرآنيته، يبقى لا يعتد. فهمت بقى؟ ردوا الاحناف قالوا كده، والملكية ردوا على الشافعي قالوا له كده، قالوا له لا يثبت قرآنيته. هو لما اي واحد بس يقول لك ان دي كانت قران ثم نسخ ولم يثبت ان حد تلاها اصلا، والقران لا يثبت الا بالتواتر، تقوم تقول لي عليها قران واخد منها دليل؟ ما ينفعش يا شافعي. فهمت ازاي؟ قعدوا يناقشوا الامام الشافعي في المساله. فهمت؟ ولذا انا انصح اننا ناخد بمذهب ايه؟ المالكيه والاحناف
إذا لم يتم الزواج بعد ولا الإنجاب. أما إذا عقد عليها دون أن يدري وأنجب منها، فنأخذ بمذهب الشافعي احتراما لعقدة النكاح. يعني لو واحدة رضعت رضعة واحدة مع طفل ومرت الأيام وتزوجه وأنجبه، وبعد ما تجوزوا وأنجبوا عرفوا إن هما كان بينهم رضاع، نقول لهم أنتوا رضعتوا كام رضعة؟ الشافعي يقول 5، تقول لك 1 أو 2، نقول لك خلاص خليكم. فهمت؟ ناخد بمذهب الشافعي في الصورة دي، الاستدامة عقد النكاح وللحفاظ على الأولاد. فهمت إزاي؟ لكن هو لسه خطبها، لا دخل ولا راح ولا جه، نقول له لا احتاط بقى وخليك حنفي ومالكي، ابعد من النساء كتير. فهمت؟ اوعى تقرب لها. فهمت بقى ازاي؟ لان الاحتياط في الابضاع واجب، الاحتياط في الابضاع واجب. يبقى مذهب الشافعي نستعمله في الفتوى لما يكون تم الزواج والدخول والانجاب. فهمت بقى ازاي؟ نقول لهم ادام مش 5 رضعات يا جماعه خلاص ما يجراش حاجه. لكن واحد لسه هيتقدم لخطبة امرأة وبعدين يعرف ان هو رضع عليها رضعة واحدة ولا رضعتين ويقول انا هاخد بمذهب الشافعي، انا لا انصح، لا انصح هذه الصورة. وضع احتياطا، والاحتياط واجب. المصريين يقول لك ايه؟ الاحتياط واجب. والمصريين لما بيقولوها كده خدوها من الازهرية، فهي قاعدة ازهرية دينية ولكن صارت بعد ذلك مثل عام عند الناس. يقول لك الاحتياط واجب، وأوجب ما يكون أن يكون الاحتياط في الدين. فهمت؟ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. يبقى العبرة أننا أتأكد أنه وصل للجوف. يبقى الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان لا يحرمان لعدم تيقن وصول لبن للجوف، لأنه في الغالب اللبن لا ينزل بمجرد مصة أو مصتين ولا بمجرد إدخال الحلمة في الفم في الغالب الأعم. واضح؟ وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. هل يقبل شهادة المرأة في الرضاع واحدة بس، ولا لابد أن تعزز بإيه؟ بامرأة أخرى، ولا لابد أن يكون يدخل في الشهادة أيضا رجال؟ الإمام أبو حنيفة قال لا تثبت شهادة الرضاع متمحضة في النساء، لابد أن يدخل فيها رجل عشان يقوي هذه الشهادة. والإمام مالك قال شهادة امرأتين في الرضاع تمشي، وكذا الإمام الشافعي. كويس؟ والإمام أحمد بن حنبل قال يكفي شهادة امرأة واحدة. الإمام أحمد بن حنبل قال يكفي شهادة امرأة واحدة. وأنا أميل لرأي الحنابلة في هذه المسألة، احتياط للاحتياط. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، مش كده برضو؟ وليس الأصل في الأبضاع الحل. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء
فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. يعني بيقول أنا معتقد إن هي كذابة. قال فأعرض عني، النبي ما عجبوش، قال له إزاي تستمر مع هذه الزوجة وقد قيل إنك رضعت. فهمت إزاي؟ قال فأعرض عني، قال فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. شفت بقى الاحتياط بامرأة واحدة، وده دليل الحنابلة، دليل الحنابلة، ولو كان بعد الدخول. طب بعد الدخول يثبت لها مهر المثل ويفسخ العقد، يثبت لها مهر المثل وإيه ويفسخ العقد، فإن كانت حامل يثبت النسب ويفسخ العقد لشبهة العقد. فهمت بقى المسألة؟ وهنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتكم كم رضعة، هي قالت رضعتكم خلاص، ما قالش بقى النبي طب اسألها 5 رضعات ولا مش 5، ما قالش، قال له لا دعها. فهمت ازاي؟ فده يرجح مذهب من قال ان مطلق الرضاع يحرم بغير حد، لأن النبي هنا لم يسأل المرأة كم رضعة أرضعتكم، واضح؟ بالإضافة لأنه أخذ بشهادة امرأة واحدة، وخبر الواحد يحتج به. فهمت؟ الإمام الشافعي قال إيه؟ نستنى أما ناخد شهادة واحدة تانية، لسان يكون اختلط عليها. يعني 2 ستات يشهدوا. كويس؟ الإمام أبو حنيفة قال تجيب معاها راجل كمان. قال وفي الباب عن ابن عمر، قال أبو عيسى حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث، ولم يذكروا فيه عن عبيد ابن أبي مريم، ولم يذكروا فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، ده مذهب الحنابلة زي ما قلت. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، يعني جاب ايه شهادة المرأة وتحلف عشان يبقوا ايه، يبقى اليمين محل شاهد. ده الامام ابو حنيفة، الامام ايه سيدنا عبد الله بن عباس قال تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، يعني تحلف مع ايه مع الشهادة. وبه يقول احمد واسحاق، وقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. وزي ما قلت لك الإمام أبو حنيفة قال إيه، قال لابد أن يكون مع المرأتان إيه رجال، رجل أو حد يعززهم يعني، قياسا على ايه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قياسا على هذا. ونقف على باب ما جاء ما ذكر ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين، اللي هو سن التحريم بقى غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.